السلام عليكم، يعطيكم العافية. الآن مع الصف الأول ثانوي الأدبي ودرس تمثيل الاقتران اللوغاريتمي وقصاصه. طبعاً إحنا في نهاية الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني أخذنا عن الاقترانات الأسية وتمثيلها بيانياً والمعادلات الأسية وكيف نوجد قيم سين واللوغاريتمات وقوانين اللوغاريتمات. حبينا نذكركم بالمادة اللي أخذناها، والآن مع الاقتران اللوغاريتمي وخصائصه. بالبداية الصورة العامة للاقتران الأسي أخذناها اللي هي قاف السين تساوي ألف في باء قوة سين، وأخذنا إنه لازم يكون في عندي شروط أساسية إنه باء لا تساوي واحد وقيمة باء أيضا أكبر من صفر. الآن بدنا نتعرف على الصورة العامة للاقتران اللوغاريتمي قاف السين يساوي لوغاريتم سين للأساس باء، حيث باء لا تساوي واحد وباء أكبر من الصفر، وهذا شرط أساسي عندنا. طبعا بدنا نتعرف بالبداية كلمحة سريعة على صورة الاقتران اللوغاريتمي قبل ما نكون بعملية التمثيل بياني. هذا الاقتران قاف السين يساوي باء القوة السين هو الاقتران الأسي، وجميعنا تعلمنا عليه وعرفنا كيف نرسمه وعرفنا إمتى بيكون متزايد وإمتى بيكون متناقص. الآن ننتبه بس لهذا الاقتران اللي إحنا شايفينه، هذا هو الاقتران اللوغاريتمي رسمته تمثيل البياني قاف السين يساوي لوغاريتم سين للأساس باء. خلينا نلاحظ الفرق بين رسمة الاقتران الأسي والاقتران اللوغاريتمي، بنلاحظ إنه التمثيل البياني للاقتران اللوغاريتمي معاكس للاقتران الأسي. الآن خلينا نمشي بدرسنا بتسلسل ونطبق على كل الأفكار الموجودة عندنا. بالبداية لازم نعرف إيش هي الصورة العامة للاقتران اللوغاريتمي ونعرف بعض الأمثلة عليها. من الأمثلة على الاقتران اللوغاريتمي قاف السين يساوي لوغاريتم سين للأساس 2، وممكن أيضا مثال آخر لوغاريتم سين للأساس نص، وممكن أيضا إني أضيف أعداد أو أطرح أعداد من السين، لوغاريتم سين زائد 1 للأساس 2 ولوغاريتم 2 سين ناقص 3. في حالة إنه إحنا في شيء عندنا أساس كلنا نعرف إنه هو عبارة عن الأساس بيكون 10، ويسمى هذا النوع من الاقترانات اقتران لوغاريتمي اعتيادي، وقد يكون لوغاريتم سين يساوي قاف السين يساوي لوغاريتم سين للأساس ها. عندما يكون عندي الأساس هو ها العدد النيبيري نسمي هذا الاقتران اقتران لوغاريتمي طبيعي. الآن خلينا نميز زي ما تعودنا إنه شيء طبيعي لازم نميز ما بين الاقترانات اللوغاريتمية والأنواع الأخرى من الاقترانات. مثلا السؤال الأول قاف السين سين تربيع زائد 2، إحنا حكينا إيش نوع هذا الاقتران كلهم مروا علينا في السابق، نوع هذا الاقتران هو اقتران تربيعي وليس اقتران لوغاريتمي. قاف السين يساوي القيمة المطلقة للسين ناقص 1 هو اقتران قيمة مطلقة وليس اقتران لوغاريتمي. قاف السين يساوي لوغاريتم سين للأساس ثلث، نعم هو اقتران لوغاريتمي. قاف السين 2 في 2 للقوة سين، هذا اقتران أسي. طيب قاف السين يساوي أكبر عدد صحيح سين زائد 1، هذا اقتران درجي كله أخذتوه في الفصل الأول. قاف السين يساوي لوغاريتم سين زائد 1 للأساس 2 أيضا لوغاريتمي. هيك يفترض انه جميعنا نقدر نميز ما بين الاقتران اللوغاريتمي والاقترانات الاخرى المتعدده والمختلفه. الان خلينا نشوف الفكره الثانيه بالدرس واللي لازم احنا نتقنها بالبدايه قبل ما نبدا بعمليه تمثيل الاقترانات اللوغاريتميه بيانيا. اذا كان قاف السين يساوي لوغاريتم سين لاساس 2، فجد قاف الواحد، قاف الاثنين، قاف الاربعه. حكينا دائما لما احكي لك بدي قاف الواحد، قاف الاثنين، قاف الاربعه، يعني انا بدي اعوض هذه القيم مكان سين في الاقتران عشان اوجد صورتها، يعني نوجد المدى. الان خلينا نبدا بقاف الواحد. لوغاريتم نعوض الواحد مكان سين بالاقتران للأساس 2. نرجع الآن في الإجابة لقوانين اللوغاريتمات ونتذكرها جميعنا مع بعض اللي إحنا أخذناها. لما يكون دائما عندي لوغاريتم الواحد للأساس 2 أو لأي عدد آخر راح تكون عندي الجواب يساوي دائما صفر. طب قاف 2 بنعوض 2 مكان سين للأساس 2، طالما أنا عندي هنا 2 والأساس 2 متماثلين العددين إذا الجواب دائما واحد، وهذا من إحدى قوانين اللوغاريتمات. قاف الأربعة لوغاريتم الأربعة للأساس 2، بحاول إني أخلي هون العددين متماثلين، بحوله 2 للقوة 2 للأساس 2، أصبح عندي العددين متماثلين فالجواب هو يمثل قيمة 2. الآن تدريب
واحد صفحة 115. إذا كان قاف السين يساوي لوجاريتم سين الأساس 3، جد قاف الواحد، قاف الثلاثة إلى القوة 4، وقاف الثلث. بالبداية قاف الواحد حاولوا إنكم تحلوا لحالكم في البداية، وبعدين دققوا مع الإجابات اللي بدي أحلها معكم. لوجاريتم سين الأساس 3، بعوض الواحد مكان سين، لوجاريتم الواحد للأساس 3، وحكينا دائما هاي إحنا قوانين اللوجاريتمات، فالجواب بده يكون عندي يساوي صفر، لأن لما أرجعه للصورة السي رح يكون عندي 3 للقوة 0 ويساوي 1 فهو صحيح. نكمل الآن هون لوجاريتم مكان سين بحط 3 للقوة 4 للأساس 3، 3 و 3 زي بعض، إذا بيكون الجواب عندي يساوي 4. سهلة وسريعة وتطبيق مباشر على قوانين اللوجاريتمات. قاف الثلث لوجاريتم الثلث للأساس 3، بدي أحاول أخليهم أعداد متماثلة 3، بحول الثلث قوانين الأسس لـ 3 للقوة سالب 1 للأساس 3، أصبحوا متماثلين فالإجابة هي سالب 1. هيك حلينا السؤال المطلوب. طيب الآن خلينا نحاول ملاحظة نثبتها دائما، إنه قاف السين يساوي لوجاريتم سين للأساس باء. بحب أذكركم إنه دائما باء لا تساوي 1، باء أكبر من 0، ودائما سين اللي هون لازم تكون أكبر من 0 مع العلم، يعني موجب دائما مع العلم إنه سين هي التي تمثل المجال. إحنا حكينا دائما إنه قيم سين تمثل المجال، والصادات أو قاف سين هي تمثل المدى. إذا القاعدة بالصيغة بصورة ثانية، يسمى قاف السين يساوي لوجاريتم سين للأساس باء اقتران لوجاريتمي. إذا وفقت إذا كان سين يساوي باء للقوة قاف السين، حيث باء هي دائما لا تساوي 1 أكبر من 0 والسين أكبر من 0. الآن عرفنا إحنا خطوتين مهمات إن أميز الاقتران اللوجاريتمي عن غيره من الاقترانات. تنين كيف أعوض قيم سين بالاقتران وأوجدها، وهذا كله بيساعدني في عملية تمثيل الاقتران اللوجاريتمي. ظل عندي الخطوة الثالثة اللي لازم أعرفها، إني نعرف كيف بدنا نوجد مجال الاقتران اللوجاريتمي بالبداية قبل ما نبدأ بعملية التمثيل البياني، حتى يسهل علي عملية التمثيل البياني. الآن السؤال، حدد المجال لكل اقتران لوجاريتمي فيما يلي. طبعا بعيد بدنا نحدد المجال عشان اني انا اعرف ايش هي قيم سين اللي انا بدي استخدمها بالاقتران اللوجاريتمي اعوضها، واوجد قيم صاد اللي هي بتمثل المدى، وبالتالي تتم عمليه التمثيل البياني للاقتران. بالبدايه حكينا دائما عندي ميم سين يساوي لوجاريتم سين ناقص 1، باخذ القيمة الموجودة بداخل اللوجاريتم وهي سين ناقص 1، يجب أن تكون موجبة يعني أكبر من 0. بالتالي بنتبه معلومات سابقة، سين ناقص 1 أكبر من 0 هي الآن أصبحت تمثل متباينة. عندما تكون تذكر بعض المعلومات السابقة، سين ناقص 1 تساوي 0 فهي معادلة، لكن سين ناقص 1 أكبر من 0 فهي متباينة، وعشان أحلها موجب 1 موجب 1، إذا سين أكبر من 1، فقيم سين اللي أنا رح آخذها في المجال هي كل قيم سين الأكبر من 1 ولكن لا تساوي 1، لأنه هنا أنا عندي ما في مساواة، ولو حطيت الواحد رح يكون في عندي 0، وإحنا من الشروط الأساسية عندنا إنه القيم الموجودة في داخل اللوجاريتم لا تساوي 0 فهي أكبر من الصفر. الآن أنا بقدر أرتب قيمة سين وأكتبها المجال على هذا النحو، سين حيث سين تنتمي إلى ح جزء من مجموعة الأعداد الحقيقية، حيث سين أكبر من الواحد، بقدر أمثلها على شكل فترة. دائما بالفترة إحنا بنكتب العدد الصغير بالبداية، بعدين ننهيها بالعدد الكبير طبعا إلى ما لا نهاية كونها سين أكبر من واحد. خلونا نوقف هنا شوي وأراجعكم بالفترات اللي كنتوا تاخدوها بالصف الثامن. الفترات اللي إحنا كنا ناخدها، في عندي فترات مغلقة، في عندي فترات مفتوحة، في نصف مغلقة أو نصف مفتوحة. الفترة المغلقة دائما واضح تمام. الآن الفترة المغلقة بهذه الصورة تكتب، وجوا عندي ألف وباء. الآن هاي الإشارة أو هاي الأقواس الموجودة بهاي الصورة تعني إنه الفترة مغلقة، يعني إنه في مساواة عند العدد ألف وفي مساواة عند العدد باء، وعند التمثيل البياني على خط الأعداد بتكون عندي الدائرة مغلقة. إذا سين أقل أو تساوي باء أكبر أو تساوي ألف، وبذكر إنه بالبداية بحط العدد الصغير وبعدين العدد الكبير. الفترة المفتوحة بتكون الأقواس بهاي الصورة، ألف باء طبعاً
ما في مساواة عندي عند ألف وباء، وأيضا عندي التمثيل على خط الأعداد تكون الدائرة مفتوحة غير مضللة، سين أقل من باء وأكبر من ألف، نصف مفتوحة أو نصف مغلقة بهذه الصورة، جهة شكل قوس والثانية تمثل إنه في مساواة، والجهة الثانية تمثل عدم وجود المساواة، سين أقل أو تساوي باء أكبر من ألف، ما في مساواة هون، سين أقل من باء ما في مساواة أكبر أو تساوي ألف. ضروري هاي المعلومات تكون ثابتة عندنا حتى تسهل عليه عملية الحل وفهم المادة. عندي ميم السين، ميم السين يساوي لوغاريتم 4 ناقص سين تربيع للأساس 7، طالب مني أوجد المجال. ناخذ الحل، ناخذ ما يوجد في داخل اللوغاريتم اللي هو 4 ناقص سين تربيع يجب أن يكون أكبر من صفر. الآن دائما لما يكون في عندي هون فرق بين مربعين أو معادلة تربيعية أسهل إلي بخطوات الحل إني أحدد أصفار الاقتران أو جذور الاقتران وأمثلها على خط الأعداد وأحدد المنطقة الموجبة اللي بتمثل منطقة المجال، وهذا الشيء تأخذ بالفصل الأول. إذا نكتب بالبداية المعادلة المرافقة للمتباينة 4 ناقص س تربيع تساوي صفر. طبعا 4 ناقص س تربيع هي عبارة عن فرق بين مربعين، إذا 2 ناقص س 2 زائد س. الآن باخذ كل عامل من هاي العوامل، معلش نكون بطيئين عشان نتذكر المعلومات السابقة، بساويه بالصفر عشان أوجد قيمة س. أولا العامل الأول 2 ناقص س يساوي صفر، إذا 2 تساوي س، هي القيمة الأولى للس. 2 زائد س تساوي صفر، إذا بهاي الحالة عندي س تساوي سالب 2، إذا قيم س سالب 2 و2، لكن أنا ما حددت مين هي هاي قيم س سالب 2 و2، هي القيم اللي أنا إذا عوضتها هون راح تخلي لي القيمة هاي تساوي صفر، يعني أصفار الاقتران أو جذور الاقتران، وأنا الأصفار والاقتران جذور الاقتران أنا ما بدي إياها، أنا بدي القيم س اللي بتخلي لي هاي الفترة موجبة أكبر من صفر، لذلك بمثل على خط الأعداد عشان أحدد أنا هاي الفترة إيش هي. نيجي نعوض في المتباين اللي 4 ناقص س تربيع أكبر من صفر، بختار عدد أكبر من 2 وليكن 3، إذا 4 ناقص 3 تربيع أكبر من صفر، 4 ناقص 9 وتساوي ناقص 5، ليست أكبر من صفر وإنما أصغر من صفر، إذا هاي المنطقة راح تكون سالبة إشارتها وليست موجبة. كذلك الأمر هون، طبعا أنا عندي سالب 2 يعني بعدها سالب 1 في عنا صفر، هون في عندي سالب 3 وهنا في عنا خلينا ناخذ الصفر. لو أعوض أيضا السالب 3 راح يكون عندي نفس النتيجة، 4 ناقص ناقص 3 الكل تربيع أكبر من صفر، 4 ناقص 9 أكبر من صفر، لا رح يكون العدد سالب فهي المنطقة أيضا سالبة. الآن آخر مرحلة خلينا نعوض ما بين السالب 2 والصفر، ناخذ الصفر، 4 ناقص 0 هل هي أكبر من صفر؟ نعم 4 أكبر من صفر، وهذه المنطقة موجبة، إذا منطقة الحل هي المنطقة المحصورة ما بين سالب 2 والتنين، طبعا هاي الفترة، لكن السالب 2 والتنين غير داخلين في منطقة الحل. إذا المجال يساوي س حيث س تنتمي إلى ح، وس راح تكون عندي أقل من 2 أكبر من السالب 2، هاي الفترة أقل من 2 وأكبر من السالب 2، وهي تساوي الفترة دائما بلش بصير سالب 2 2، هيك إحنا حددنا المجال وعرفنا إيش هي القيم المطلوبة عنا. لماذا تم استثناء القيم 2 وسالب 2 من الفترة؟ من خلال الشرح احنا حكيناها وتطرقنا إلها وبعيد، إذا تم استخدام 2 وسالب 2 خلينا نعوض، ناقص 2 تربيع 4 ناقص 4 ليست أكبر من صفر، إذا صفر تساوي صفر، وأنا ما بدي إنه القيمة الموجودة في داخل اللوغاريتم تساوي صفر، يجب أن تكون، يجب أن تكون 4 ناقص س تربيع أكبر من صفر موجبة، لذلك يتم استثناء كل من 2 وسالب 2. الآن تدريب 2 صفحة 116، حدد المجال لكل اقتران مما يأتي. قاف س يساوي لوغاريتم 3 س ناقص 6 للأساس ها، أول خطبة حكينا بدنا طبعا نحدد المجال، يجب أن تكون 3 س ناقص 6 أكبر من صفر. تمام، إذا نكتب المعادلة المرافقة أو بإمكاننا مباشرة طالما مش اقتران تربيعي أو عبارة تربيعية بحاجة للتحليل العوامل الأولية، ننقل الستة بصير 3 س أكبر من 6 على 3 على 3، إذا س أكبر من 2، إذا المجال
سين حيث سين تنتمي إلى حاء، سين أكبر من تنين وهي نفسها الفترة اللي سين أكبر من تنين، هي الصغير وهي الكبير بالموجب بقدر أعبر عنها بهذه الصورة. في ملاحظة، في حالة إنك قسمت أو ضربت طرفي المتباينة على عدد سالب تقلب الإشارة إذا تمت عملية القسمة أو الضرب لطرفي المتباينة على عدد سالب تقلب إشارة المتباينة. قد تمر معنا في بعض الأسئلة فضروري الانتباه لها. سؤال تاني، أنا معطيك لام السين يساوي لوجارتم سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6، أيضا طالب منك أنك تحدد المجال. ناخذ سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6 أكبر من صفر، طبعا عبارة تربيعية، بدي أحلل العوامل الأولية، نفتح الأقواس، طبعا ناخذ المعادلة المرافقة تساوي صفر، سين سين ناقص ناقص ضرب زائد، في عندي ناقص الستة هي عبارة عن 3 في 2. خلينا نوقف هون شوي لأنه أكيد طبعا بدنا نتذكر عملية تحليل العبارات التربيعية للعوامل الأولية. دائما حكينا نفتح الأقواس، سين تربيع هي عبارة عن سين في سين، الناقص الأولى بتنزل، الإشارة الثانية السالب ضرب موجب سالب، الستة عددين حاصل ضربهم ستة ومجموعهم سالب خمسة، التحقق حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين، سالب 3 سين زائد سالب 2 سين ويساوي سالب 5 سين، إذا الحل صحيح. الآن قيم سين، قيم سين ناخذ العامل الأول يساوي صفر، إذا سين تساوي 3، العامل الثاني يساوي صفر، إذا سين تساوي 2، فأنا كتبت الإجابة مباشرة دائما، سين ناقص 3 سين ناقص 2، عكس الإشارة بكون العدد الموجود عندي هو صفر الاقتران أو جذر الاقتران، أو بإمكاننا نحط موجب 2 موجب 2، هي راحت، إذا قيمة سين هي تساوي 2 وهي تمثل أصفار الاقتران. أيضا أنا بحاجة إني أنا أوجد الأعداد أو قيم سين التي تجعل سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6 موجبة، قيمة موجبة، أنا بيجي على خط الأعداد نحط القيم، أنا عندي هي 3 هي أنا عندي هي 2، بدنا ناخذ أعداد هنا فرضا عندي الأربعة هي عندنا هنا، ممكن ناخذ الواحد ما بين الاثنين والثلاثة في عندي 2.5، بدي آخذهم وأعوضهم بالاقتران سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6، طبعا لازم تكون النتيجة أكبر من صفر لأن أنا بدي المنطقة الموجبة. خليني آخذ أنا عندي بالبداية الأربعة، أربعة تربيع ناقص 5 في 4 زائد 6 أكبر من صفر، 16 ناقص 20 زائد 6 أكبر من صفر، 16 الآن بنراعي أولويات العمليات، 5 في 4 ضربتها، لكن أنت أمشي من اليسار بدي أمشي بتسلسل، 16 ناقص 20، 16 ناقص 20 أكيد بدها تكون عندي سالب 4 وزائد 6 بدها تكون في عندي 2 أكبر من صفر، نعم موجبة، إذا هاي المنطقة عندي فيها الأربعة كلها موجبة. نيجي أيضا للمنطقة اللي فيها واحد، لو نعوض بشكل سريع، 1 ناقص 5 زائد 6، 1 ناقص 5 ناقص 4 زائد 6 موجب 2 أكبر من صفر، أيضا موجبة. متأكد من 2.5، هي أنا عندي سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6، بنعوض 2.5 الكل تربيع ناقص 5 في 2.5 زائد 6. طبعا هون بدنا ننتبه إنه لازم نكون إحنا واضحين وننتبه لعملية التعامل مع الفاصل العشرية في حالة الضرب وفي حالة الجمع، معلش عشان الساعة نحلها هون، بدي أجي 2.5 الكل تربيع هي عبارة عن 2.5 ضرب 2.5. في عملية الضرب لما يكون عندي فاصلة عشرية بنسى الفاصلة العشرية، بضرب 25 في 25، 5 في 5 25، 5 في 2 10 12، الصفر ما بننساه، 10 2 1 4 5 5 2 6، وبرجع بعد كم منزل ورا الفاصلة العشرية، 1 2 1 2، الجواب 6 وربع. قد تكون سهلة عند البعض وقد تكون صعبة عند البعض الآخر. الآن 5 في 2.5 لذلك الأمر 25 خمسة اثنين عشرة 12، أنا عندي منزلي واحدة اللي هي طلعت معي 12.5 زائد 6. الآن صارت عندي عملية جمع وطرح، 6 وربع ناقص 12.5، الآن عندنا حالة الضرب
نضرب وبالاخير بنحط الفاصل العشرية. في حالة الجمع والطرح لا، برتب الفاصل العشرية فوق الفاصل العشرية، بكون بعملية الجمع والطرح. طبعا انا عندي 6 وربع ناقص 12 ونص رتبتهم بهاي الصورة، لكن ما بنسى انه اشارة الناتج رح تكون سالب. الان 4 1 10 ناقص 5 5 2 0 1 12 ناقص بتكون 6 والاشاره سالبه، 6 وربع زائد 6 عدد سالب وعدد موجب، بيكون الفرق بينهم وضع اشاره العدد اكبر، رح تطلع سالب 25%. وبهي الحاله بتكون المنطقه المحصوره ما بين 2 والثلاثة سالبة، فمنطقة الحل هي عبارة عن المنطقة الموجودة أكبر من الثلاثة والأقل من الاثنين. إحنا كان من البداية بإمكاننا ناخذ الأكبر من الثلاثة والأقل من الاثنين، بس حبينا إن نحلها مشان ننتبه لكيفية التعامل مع الفاصلة العشرية في حالة الجمع وفي حالة الطرح. الآن أنا عشان أحدد المجال أو نكتب المجال، نكتبه معلش نجي لهون، المجال يساوي سين حيث سين تنتمي إلى ح، وبالتالي سين أنا عندي أقل من التنين أكبر من الثلاثة، سين أقل من التنين أكبر من الثلاثة، وتكتب تنين ثلاثة بهاي الفترة. الآن في عنا تطبيق على هذا الحكي الكلي اللي احنا اخذناه، حتى ان احنا نتدرب اكثر ويكون المساله دائما نسال الرياضيات، كل ما تدربت اكثر كل ما حليت اكثر، كل ما واجهت شغلات بالحل اكثر وتاكدت منها. عندنا سؤال الرابع صفحه 124 من اسئله الدرس، لوغاريتم س يساوي لوغاريتم، عفوا هون خلينا نحكي قاف س يساوي لوغاريتم 4 س زائد 12 الاساس 9. طبعا بدنا نحدد المجال، وطالب من المجال باخذ ما بداخل اللوغاريتم 4 س زائد 12 لازم يكون عندي اكبر من صفر. طيب طالما مش في شيء عندي اقتران معادله تربيعيه او ضرب مربعين، خلينا نحللها بطريقه بسيطه. سالب 12 سالب 12 4 س اكبر من سالب 12، نقسم على 4 على 4، اذا س اكبر من السالب 3. المجال سين حيث سين تنتمي إلى ح، إن سين أكبر من سالب 3 وهي تساوي اللي أكتبها سالب 3 إلى موجب ما لا نهاية بهاي الصورة. طبعاً مش عنا مساواة اللي إحنا عملها بالصورة التالية. الآن هون ميم السين اقتران، لوغاريتم سين تربيع ناقص سين ايضا الحال، بدنا ناخذ س تربيع ناقص س تكون اكبر من صفر. بهاي الحاله س تربيع ناقص س بحولها للمعادله المرافقه الى تساوي صفر. خلينا نطلع عامل مشترك في عندي اللي هو راح يضل عندي س ناقص 1 يساوي صفر. اذا قيم س اما س تساوي صفر، هذا عامل اول هذا عامل ثاني خلينا ننتبه، او س ناقص 1 تساوي صفر، اذا س تساوي 1. فقيم س لتمثل اصفار الاقتران او جذور الاقتران اللي هي 0 و1. الان انا ما بدي اصفار الاقتران او جذور الاقتران، بدي قيم س التي تجعل س تربيع ناقص س هي عباره عن قيمه موجبه. نجي على خط الاعداد، هي انا عندي هنا 1 وعندي هنا 0، ناخذ قيم اكبر وقيم اصغر عشان نعوضها. س تربيع ناقص س يجب ان تكون اكبر من صفر، يعني هون في امكاني اخذ عندي التنين بين الصفر وبين الواحد، ممكن انا اخذ النص، واقل من صفر عندنا سالب 1. لو بدي اخذ انا عندي التنين، تنين تربيع ناقص تنين اكبر من صفر، 4 ناقص تنين اكبر من صفر، تنين اكبر من الصفر، فبالتالي هاي القيم عندي هنا موجبه، وبالتالي رح تكون عندي موجبة بهاي المنطقة الأقل من الصفر. لكن أيضا نقدر نعوض السالب 1، سالب 1 تربيع ناقص ناقص 1 أكبر من الصفر هي 1، بالتالي عندي زائد 1 أكبر من الصفر موجبة أيضا، بالتالي المنطقة المنتصف رح تكون سالبة. وللتأكد بنعوض النص، إذا س تربيع ناقص س بنعوض النص، تربيع ناقص نص يساوي 25% ناقص نص، رح يكون عندي ناقص 25%، فهي الإشارة السالبة، بالتالي رح يكون عندي المجال ينكتب
المجال يساوي س حيث س تنتمي إلى ح، حيث أن قيم س راح تكون أقل من الصفر، راح تكون عندي أكبر من الواحد، س أقل من الصفر وأكبر من الواحد، أو بكتبها بهاي الفترة عندي صفر واحد، دائما الصغير والكبير. الآن هذا السؤال إضافي لكم تدربوا عليه. جد المجال الإلكترونات التالي: قاف السين تساوي لوغاريتم واحد ناقص سين الأساس 2، قاف السين يساوي لوغاريتم 6 ناقص 3 السين للأساس 5. الآن السؤال اللي بعده واللي إحنا بدنا نتعامل معاه، إن كيف إني أنا أقوم بعملية تمثيل الإلكترونات اللوغاريتمية بيانيا. بدنا ناخد نقسم صفحة من النص بهاي الصورة، القاف السين يساوي لوغاريتم سين الأساس 2، وبدنا نمثل أيضا القاف السين يساوي لوغاريتم سين الأساس نص. بدي أميز مين منهم اقتران متزايد، مين منهم اقتران متناقص، وكيف آلية الحل. أول خطوة إحنا حكينا دائما لازم أحدد مجال الاقتران، مجال الاقتران بتحكم فيه قيمة سين، فلازم سين تكون أكبر من صفر. وهنا سهلة عندي إنه إيش هي قيم سين، إيش هي قيم المجال، إنها كل قيم سين اللي بتكون أكبر عندي من صفر. فبالتالي لما أجي أعمل بجدول وآخذ قيم للسين مشان أوجد صورها، باخذ القيم الأكبر من صفر. خلينا ناخذ مثلا واحد، باقي الأعداد هي 2، بختار أعداد تتناسب مع قوانين اللوغاريتمات وتسهل علي عملية الحل من مضاعفات 2. الآن بالكسور طالما إنها هي أكبر من صفر، بقدر آخذ كمان النص والربع والثمن. كيف بدنا أوجد صور هاي الأعداد قيم س؟ بالبداية نوجد قاف 8، بدي أعوض بالإقتران لوغاريتم س للأساس 2. طبعاً أنا مكان س بحط 8، لوغاريتم 8 للأساس 2، لوغاريتم 2 تكعيب للأساس 2، وبناء على قوانين اللوغاريتمات راح يكون الجواب عندي 3 وبعبيها بالجدول. جي لقاف 4، الآن نصير بسرعة أكثر، لوغاريتم 4 للأساس 2، لوغاريتم 2 تربيع الأساس 2، طبعا هذا كله احنا بنعرفه كيف أنا بحول 4 للأسس، هي عبارة عن 2 في 2 وبتصير 2 للقوة 2، طالما متماثلات 2 2 2 إذا الجواب بيكون 2. لوغاريتم قاف 2، لوغاريتم 2 للأساس 2 حسب قوانين اللوغاريتمات دائما 1، قاف 1، لوغاريتم 1 للأساس 2 بيكون عندي 0. الآن قاف النص لوغاريتم النص الأساس 2، لازم أنا أخلي 2 وهنا عدد يمثل 2، فبحولها لوغاريتم حسب قوانين الأسس 2 للقوة سالب 1 الأساس 2، والجواب سالب 1. بديهيا رح يكون في عندي هنا سالب 2 وهنا سالب 3. خلينا نجرب قاف الثمن، لوغاريتم الثمن للأساس 2، لوغاريتم 2 للقوة سالب 1 للقوة 3، اللي هي رح تكون عندي بهاي الحالة 2 للقوة سالب 3. تمام. الآن الخطوة اللي بعديها هي عملية التمثيل بياني على خط الأعداد. خلينا نشوف طبعا هاي قيم س، هاي عندي أنا هنا س، وقيم ص. عندي قيم س هاي عندي 8 مع الثلاثة من الصادات، هاي عندي هون 8 خلينا ننتبه مع 3 مع الصادات، بعدين 4 مع 2، هاي أنا عندي 4 مع 2، بعدين عندي 2 مع الواحد، الواحد مع الصفر، ينطبق على محور السينات الموجب. الآن النص هي ما بين الصفر والواحد، هي أنا عندي نص. طيب النص مع مين؟ مع السالب 1، راح تكون عندي هنا بالضبط. بعدين طبعا عندي الربع هي المسافة، نصف المسافة ما بين النص، ما بين الصفر والنص اللي تكون الربع، والربع مع السالب 2. بعدين عندي الثمن نصف المسافة مع سالب 3. الآن بدي أوصل ما بين النقاط جميعها بهاي الصورة، وهاي صورة الاقتران قاف السين يساوي لوغاريتم سين الأساس 2، تم تمثيله بيانيا بهاي الصورة. وحكينا إن صورته هي معاكسة لصورة الاقتران الأسي. كيف الآن بدي أنا أعبر عن خصائص الاقتران؟ خصائص الاقتران بالبداية المجال، حكينا المجال هو دائما عبارة عن مثله قيم سين، عدة طرق من خلالها بقدر أحدد المجال. خلينا نطلع بالبداية على الرسمة، لاحظ من خلال الرسمة قيم سين اللي تم أخذها هي على محور السينات الموجب، فهي كانت عبارة عن سين أكبر من صفر،
س أكبر من صفر، إذا مجموعة الأعداد الحقيقية ح موجب. الآن المدى، خلينا نطلع على المدى. بنلاحظ من الجدول في عندي قيم صفر، عدد صحيحة موجبة وعدد سالبة، ويمثل مجموعة الأعداد الحقيقية، ومن خلال الرسم على محور الصدد في عندي صفر وأعداد الصحيحة السالبة والموجبة. متزايد أم متناقص؟ الآن كيف أنا بدي أعرف الاقتران متزايد أم متناقص عندي؟ وإحنا تعلمنا إني أنا بقدر أميز متزايد أم متناقص من عدة حالات. أولاً نطلع على الجدول، كل ما تزداد قيم س إذا ازدادت قيم ص فهو اقتران متزايد. خلينا نلقي نظرة على الجدول، قيم س عم تزداد من 8 ل 8 ازدادت، قيم ص بالمقابل ازدادت، إذا هو اقتران متزايد. هي أول طريقة. اثنين، نقدر نعرف إنه اقتران متزايد أو لا من قيمة باء، لما يحكي لي لوغاريتم س للأساس 2، 2 إذا كانت قيمة باء أكبر من 1 متزايد، كانت أقل من 1 وأكبر من 0 فهو متناقص، إذا الاقتران متزايد. هل هو اقتران 1 لـ1 أم لا؟ إيش معنى كلمة اقتران 1 لـ1؟ حكينا حتى نحكي عن الاقتران إنه هو اقتران 1 لـ1، يعني كل صورة في المدى يجب أن تكون صورة لعنصر واحد فقط في السينات. هذا واحد. اثنين، بقدر امثله انا من اختبار الخط الرأسي، نزل خط رأسي على الاقتران، قطع الاقتران، منحنى الاقتران في نقطة واحدة فقط، إذا هو اقتران 1 لـ1. نعم، إذا قطع في نقطتين ليس اقتران 1 لـ1. المقطع السيني، ماذا نعني بكلمة المقطع السيني؟ نعني بكلمة المقطع السيني عندما ص تساوي 0 بدي أوجد قيمة س. أول شيء بهي الحالة بقدر أوجدها بحد الطرق. أول شيء طلعوا لي على الجدول، إيش قيمة س عندما ص تساوي 0؟ إذا س تساوي 1 هي المقطع السيني. هي طريقة. اثنين، طلع على محور السينات، أين يقطع منحنى الاقتران اللوغاريتمي محور السينات؟ يقطع عند الواحد، عندما س تساوي 1، إذا المقطع السيني بيكون في عندنا اللي هو 1. طيب المقطع الصادي، خلينا نشوف هل الاقتران بيقطع محور الصادات؟ لا ما بيقطعه، إذا لا يوجد. ولو طلبت منك ما هي إحداثيات نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات؟ إحداثيات نقطة التقاطع هي النقطة هون، قيمة س 1 وصاد 0، 1 0. هيك احنا عرفنا كيف نرسم الاقتران لوغاريتم لوغاريتم س الاساس 2. الان بدي ارسم مباشر عشان تكون عندك اسهل للمقارنه، قاف س لوغاريتم س للاساس نص، عشان تعرف الفرق بينهم وكيف تميز بينهم وكيف ترسم. اول شيء انت بامكانك تعرف متزايد او متناقص قبل ما اعمل اي شيء. طلع لي على قيمه باء نص، هنا قيمه باء اكبر من 1 متزايد، هنا نص باء اقل من 1 اكبر من الصفر فهي كسر، اذا اقتران متناقص قبل ما ابدا بالحل، فبالتالي الرسمه رح تكون بنمط ثاني مختلف. الان تحدد المجال، س انا عندي فقط س اكبر من صفر، لازم كل قيم س انا بختارها تكون اكبر من صفر، خليني ابدا بالقيمه 1. تمام، خلينا نكمل مع بعض كيف بدي امثل بياني. قاف س يساوي لوغاريتم س الاساس نص، حكينا ووضحنا انه لما يكون في عندي هنا كسر فهو اقتران لوغاريتمي متناقص. حطينا قيم س، قيم ص، قاف التمن، بلشنا لوغاريتم مكان س بدي احط التمن، لوغاريتم التمن الاساس نص، التمن بدي ارفعها لاسس بخليها نص للقوه 3، اذا انا هون بدي احط الثلاثه. نكمل قاف الربع، الان بدي اعوض مكان س قيم الربع لوغاريتم الربع للاساس نص وتساوي نص للقوه 2 للاساس نص، والإجابة بدها تكون عندي 2، تعوضها بالجدول. بنكمل قاف النص، رح نكمل مع بعض عملية التعويض كاملة حتى تكون واضحة للطالب كيف آلية التعويض. طبعا أنا وين أنا عندي س بدي أعوض النص، فبتصير عندي لوغاريتم النص الأساس نص، وحسب قوانين اللوغاريتمات دائما متشابهات فالإجابة 1 بنعوضها. الآن قاف الواحد، نكمل لوغاريتم الواحد الأساس نص، حسب قوانين اللوغاريتمات ايضا بنعرف نرجعها للصيغه الاسيه بتكون واثق من اجابتك اكثر اللي هي تساوي 0. نكمل قاف الاثنين، تساوي لوغاريتم س للاساس نص وتساوي لوغاريتم 2 للاساس نص. طيب انا كيف بدي اجد هاي الاجابه؟ لازم احول الاثنين لكسر بناء على قوانين اللوغاريتمات اللي احنا اخذناها، بتصير عندي لوغاريتم النص
القوة سالب واحد للأساس نص، صاروا متماثلات، فتكون الإجابة عندي اللي هي سالب واحد عند قاف التنين، وعند قاف الأربعة راح تكون عندي سالب تنين، وعند قاف الثمانية راح تكون عندي سالب ثلاث. الآن كيف أنا بدي أكون بعملية الترتيب البياني؟ ثمانية مع السالب ثلاث، هي عندي ثمانية مع السالب ثلاثة بنمثل، أربعة مع السالب تنين، تنين مع السالب واحد، الواحد مع الصفر على محور السينات، نص نصف المسافة مع الواحد، ربع مع التنين، هاي أنا عندي ربع مع التنين، والثمن مع الثلاث. الآن وصلنا بين النقاط. الآن هاي الصورة الموجودة أمامنا تمثل قاف السين للاقتران لوجارتم سين للأساس نص. وبنلاحظ المقارنة ما بين الرسمة الأولى والثانية، هنا الأساس تنين، هنا الأساس نص، فهم اقترانين متناقضين، هذا الاقتران عندي متزايد، هذا الاقتران عندي متناقص، والرسمتين بين إنه دائما هذا عندي للمتزايد وهنا للمتناقص. خصائص الاقتران، المجال، خلينا نطلع زي ما حكينا نقدر نحدد المجال أكثر من طريقة. من البداية اتفقنا إنه قيم س لازم تكون أكبر من صفر، فالمجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة حيث س أكبر من صفر. المدى نطلع عليه مجموعة الأعداد الحقيقية، متزايد أم متناقص؟ حكينا الاقتران متناقص، والسبب حددناه من البداية إنه قيمة باء أقل من واحد وأكبر من صفر، فهي عبارة عن كسر، فبالتالي هو اقتران متناقص. طريقة ثانية، طلعوا لي على قيم س، نلاحظ إنه قيم س كل ما ازدادت قيم ص عم بتقل، فالعملية عكسية، فهو اقتران متناقص. هي أكثر من طريقة. هل اقتران واحد لواحد أم لا؟ نعم، اختبار الخط الرأسي عم يقطع منحنى الاقتران بنقطة واحدة، وبالتالي هو اقتران واحد لواحد. المقطع السيني أين يقطع منحنى الاقتران محور السينات؟ عند النقطة واحد صفر، إذا قيمة س تساوي واحد. المقطع الصادي لا يوجد. هيك أنهينا عملية التمثيل البياني للاقتران لوجارتم س أساس 2 لوجارتم س للأساس نص. يفترض انك انت منك لحالك تقدر تمثل لي تدريب 3 وتدريب 4 صفحه 117 118 لوجارتم س للاساس 3 ولوجارتم س للاساس 3، ودول انا راح اتركهم لك انت تحلهم، ممكن احلهم معك بس انت تتاكد من حلك بنشوفه. ننتقل على اسئله الدرس. السؤال الاول، قاف س مساوي لوجارتم س ناقص 2 للاساس 3، اجب عما يلي. اولا طالب منك توجد لي قاف الثلاثة وال11 و29 و7 على 3، بنعوض لوجارتم مكان س، بدي اعوض انا قيمه الثلاثة، 3 ناقص 2 للاساس 3 ويساوي لوجارتم الواحد للاساس 3 0. كمل، قاف ال11 لوجارتم س ناقص 2، 11 ناقص 2 للاساس 3 ويساوي لوجارتم 9 للاساس 3، حول التسعة تصير ثلاثة، تربيع للأساس ثلاثة متماثلتين، فالإجابة اثنين. قاف التسعة وعشرين لوجارتم التسعة وعشرين ناقص اثنين للأساس ثلاثة ويساوي عندي لوجارتم السبعة وعشرين للأساس ثلاثة، حول السبعة وعشرين لأسس الأساس ثلاثة، لوجارتم الثلاثة تكعيب للأساس ثلاثة ويساوي ثلاث. قاف السبعة على ثلاث ويساوي لوجارتم 7 على 3 ناقص 2 للأساس 3، طبعا هون أنا بدي أوحد المقامات وأطرح، في حالة أنا عندي جمع وطرح الكسور العادية يجب عملية توحيد المقامات في 3 في 3، لوجارتم 7 على 3 ناقص 6 على 3 للأساس 3 وتساوي لوجارتم 1 على 3 للأساس 3. كيف بدي أخلي الثلث تصير 3 وتساوي لوجارتم 3 للقوة سالب 1 للأساس 3 يساوي سالب 1. هيك أنهينا فرع ألف. طالب مني المجال والمدى، بنعرف كيف نوجد المجال. دائما يجب القيمة بداخل لوجارتم تكون أكبر من صفر، س ناقص 2 أكبر من صفر، إذا موجب 2 موجب 2، س أكبر من 2، إذا المجال س حيث س تنتمي إلى ح، س أكبر من 2، بقدر أعبر عنها بصورة ثانية 2 إلى ما لا نهاية، طبعا موجب. جد المقطع السيني بهيك حالة أنا كيف مباشرة بدي أجد المقطع السيني؟ حكينا المقطع السيني قيمة س عندما ص تساوي صفر،
عوض قاف السين تساوي لوغاريتم سين ناقص تنين للأساس 3، قاف السين اللي هي تمثل صاد تكون تساوي صفر، تساوي لوغاريتم سين ناقص تنين للأساس 3، وحسب لو بدي أحول الصيغة اللوغاريتمية للصيغة الأسية ايش راح تصير معي؟ 3 للكوب صفر تساوي سين ناقص تنين، 1 تساوي سين ناقص تنين، موجب تنين موجب تنين. طبعا احنا بهي الحالة احنا ننقل العدد للجهة الثانية حتى اني اجد قيمة المتغير، فبخلي الأعداد الحقيقية على جهة والمتغيرات على جهة، إذا سين تساوي 3، فقيمة سين تساوي 3 أو المقطع السيني هي المقطع السيني قيمة سين عندما ص تساوي صفر، فبالتالي إحداثيات نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات رح تكون 3 صفر. والآن مع السؤال الثاني من صفحة 124، ارسم منحنى الاقتران قاف السين يساوي لوغاريتم سين زائد 1 للأساس 2، ثم حدد خصائصه. إحنا رسمنا لوغاريتم سين للأساس 2، لوغاريتم سين للأساس نص، تزايد متناقص، أخذنا لوغاريتم سين للأساس 3، 4، ثلث، ربع. الآن لكن ما أخذنا لما يكون في عندي أنا عدد إضافي مع السين أو ناقص. الآن مش حيكون صعب علينا لأنه إحنا بنعرف من البداية كيف نحدد المجال دائما في بداية تمثيل كل اقتران. ناخذ سين زائد 1 يجب أن تكون أكبر من صفر، ناقص 1 ناقص 1 إذا سين أكبر من سالب 1. الآن أنا لما أحدد قيم سين لازم أحدد القيم اللي هي أكبر من سالب 1. الآن هنا هي عندي خط الأعداد، هي أنا عندي هنا الصفر، هي السالب 1، 1 2 3 4. السالب 1 أنا مش راح أختارها لأنه أنا ما في عندي مساواة سين أكبر من السالب 1، فاختار القيم عندي صفر وعندنا 1، بس كمان في عندي بين السالب 1 وبين الصفر بقدر آخذ سالب نص. سالب نص. الآن أنا بدي أختار أعداد تكون سهل علي التعامل معها مع العدد 2، مع الأساس 2، فممكن أختار العدد اللي بجمعه مع الواحد بيكون من مضاعفات العدد 2. 2 زائد 1 ما بتزبط، 3 زائد 1 ما بتزبط، 4 زائد 1 تعطيني 5، لا 5 لا 6 لا، باخذ 7 زائد 1 بتعطيني 8. الآن لوغاريتم بدي أوجد قاف السبعة وتساوي لوغاريتم 7 زائد 1 للأساس 2، لوغاريتم 8 للأساس 2، لوغاريتم 2 تكعيب للأساس 2 ويساوي 3. إذا هون 3. الآن قاف الثلاثة وتساوي لوغاريتم 3 زائد 1 للأساس 2، لوغاريتم 4 للأساس 2، لوغاريتم 2 تربيع وتساوي 2. الآن قاف الواحد لوغاريتم 1 زائد 1، لوغاريتم 2 للأساس 2، 1. قاف الصفر لوغاريتم 0 زائد 1 للأساس 2، أنا بدي أعوض الصفر لوغاريتم الواحد للأساس 2، حسب قوانين اللوغاريتمات الجواب راح يكون فيه عندي 0. ناخذ السالب نص، قاف السالب نص لوغاريتم سالب نص زائد 1 للأساس 2، طبعا هون ممكن حتعطيني اياها بديهيا بسرعه اللي هي نص، لكن في طلاب يحكوا لك كيف بدنا نتعامل بهذه الحاله، بذكركم في حاله الكسور العاديه انا بقدر اوحد المقامات في 2 في 2 للأساس 2 وتساوي لوغاريتم سالب نص زائد 2 على 2 للأساس 2. كمل سالب 1 زائد 2 رح يكون في عندي 1، الفرق بينهم من اشاره العدد الاكبر على 2 للأساس 2. كيف بدي احول النص لعدد اللي هو 2؟ بتصير لوغاريتم 2 للقوه سالب 1 للأساس 2، صار عندي حسب قوانين اللوغاريتمات متماثل، اذا الاجابه سالب 1، هون نحط عندي سالب 1. ضل عندي عمليه التمثيل البياني، نرسم منحنى موجب سين موجب صاد. الآن قيم سين اللي عندي، هي أنا عندي صفر، هي أنا عندي هون سالب 1، هنا 1 2 3 للسبعة. الآن قيم صاد عندنا الصفر، 1 2 3، في عندي كمان سالب 1. السبعة مع الثلاثة، 3 مع 2، 1 مع 1، والصفر عندي سالب نص مع السالب 1، هنا السالب نص بهاي الصورة. الآن عملية الرسم رح تكون في عندي إذن
الاقتران كان متزايد. شيء طبيعي من البداية إني أنا أعرف إنه الاقتران متزايد من خلال الشكل فهو متزايد. الآن خصائص الاقتران اللي تم تمثيله بيانيا. بالبداية المجال حددنا من البداية إيش كانت المجال عندي، قيم سين حيث سين تنتمي إلى ح سين أكبر من السالب واحد وهي تساوي عندي سالب واحد إلى موجب ما لا نهاية بهاي الصورة. اثنين المدى مجموعة الأعداد الحقيقية. ثلاث هل متزايد أم متناقص؟ واضح من عدة أمور إنه الاقتران متزايد، قيمة باء أكبر من واحد. أيضا عندي هون قيم سين ازدادت بالمقابل قيم صاد ازدادت. أربعة ما هو المقطع السيني؟ يعني قيمة سين عندما صاد تساوي صفر. طلع على الاقتران هون وين قطع عندي أنا محور السينات؟ عند الصفر صفر، وتتقاطع كانت صفر صفر، فالمقطع السيني عندي يساوي صفر. طب هل يوجد مقطع صادي للاقتران؟ المقطع الصادي نعم، طالما قطع الصفر صفر لنقطة الأصل إذا أيضا المقطع الصادي يساوي صفر وهو يوجد. بنلاحظ أن المقطع الصادي صفر وجد في حالة إن كان في عدد مضاف مع السين، لوغاريتم سين زائد واحد، لوغاريتم سين ناقص واحد، لكن لوغاريتم سين لأي أساس آخر لا يقطع محور الصادات. بهيك بكون خلصنا حل أسئلة الدرس. ممكن أعطيك كمان سؤالين إضافيات إنك تحلهم كمان بالبيت إضافة لبعض الأسئلة الثانية. في عندي السؤال الخامس فرع ب من صفحة 125 من أسئلة الوحدة، أرسم منحنى الاقتران قاف السين يساوي لوغاريتم سين الأساس ربع. اثنين جد المقطع الصادي للاقتران قاف السين يساوي لوغاريتم سين زائد 10. ويعطيكم العافية وبتمنى إن تكون